مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير، كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة منتجات العناية بالبشرة والعناية بالجسم، واللي بقالي فترة بستخدمها واللي بجد جامدة. قولولي ليه؟ قلتولي ليه؟ أول حاجة لوكال براند مصرية، فهتلاقوها متوفرة. تاني حاجة بديلة للمستورد، يعني الكواليتي بتاعها. تالت حاجة سعرها مناسبة. رابع حاجة والأهم انها فعلا بتجيب نتيجه. فيديو النهارده هعرفكم على المنتجات اللي بقالي فتره بستخدمها من براند تيلوفيل. تعالوا اوريكم كل المنتجات اللي انا استخدمتها واكلمكم عنها شويه. لايك الفيديو، سبسكرايب لو لسه ما عملتش سبسكرايب، انت عارفه الباقي بقى. ماما فولو باي. يلا بينا. واول حاجه تعالوا نتكلم عنها منتجات الجسم. هي هنا ثلاث منتجات: شاور جيل، بودي سكراب، وبودي لوشن. تمام، انا تمام، وشي تمام. عاملين منتجات الجسم بثلاث روايح: ياسمين، جوز هند، وفانيليا. وانتوا عارفين انا قد ايه بحب الفانيليا. اول حاجه الشاور جيل، وده حجمه 500 مللي، فحجمه حلو جدا. مكوناته البانسينول والبابونج وزيت اللوز الحلو وفيتامين سي. كمان امن البشره الحساسه، دي تاني عبوه استخدمها، ريحه الفانيليا بتغسلني من جوه. ده كده البودي سكراب، وده حجمه 250 جرام، فحجمه برده حلو جدا. مكوناته ملح البحر والعرق الاسوس. لو ما تعرفيش مهمه العرق الاسوس ايه هنا، فهو بيفتح البشره ويخليها مشرقه. من الحاجات كمان اللي عجباني فيه قوي ان الحبيبات بتاعته مش خشنه، فاللي هو ما بتجرحش الجسم ومش هتلهب لك جسمك لو انت بشرتك حساسه. الحبيبات بتاعته. بعد كده البادي لوشن، وبرده حجمه 250 جرام، من مكوناته فيتامين اي لترطيب البشره، وفيتامين سي وزبده الشيا والبانسينول، وبرده امن للبشره الحساسه، والقوام بتاعه خفيف. البشره بتمتصه بسهوله جدا، ما بيديش الاحساس اللي هو الدهنانه ده، لان انا بكرهه جدا. الثلاثه بقى لما بستخدمهم مع بعض، ايه الجمال ده؟ اقسم بالله ريحه حلوه، جسم مترطب، هتحسي بانتعاش كده رهيب. ودي كده منتجات الجسم اللي انا جربتها. زي ما قلت لكم في ثلاث روايح: الياسمين وجوز الهند والفانيليا. تعالوا دلوقتي بقى اوريكم منتجات العنايه بالبشره. منتجات العنايه بالبشره كلها، والحقيقه هم ما قصروش، عاملين لاين كامل للعنايه بالبشره. ادي كده، استنوا بس ثانيه واحده، ثانيه واحده، ثانيه واحده. هبقى اكلمكم عنهم منتج منتج. اول حاجه المسلر ووتر، متهيألي واضح قوي انا قد ايه حباه، تحفه. اول حاجه مناسب لكل انواع البشره. تاني حاجه بيشيل كل تنتوفه ميك اب محطوطه، حتى الووتر بروف، مع انه مش مزيت، يعني ملمسه مش زيت، هو ملمسه ميه، فبيشيل كل حاجه حرفيا. هتشوفوا الفيديو اللي انا هحطه لكم ده ازاي شال كل الميك اب، ما بيطلعش حبوب ومش بينشف البشره خالص، بالعكس بيرطبها. ده كده اول حاجه. بعد كده الكلينزر، ده شكله، وفي الفرشه هنا اللي هي بتساعدك ان انت تنضفي البشره تنظيف عميق ورغوه كده، بيساعد في تفتيح البشره. وفي نياسيناميد، واللي احنا عارفين دورها في توحيد لون البشره، وان هي تخلصك من البقع الداكنه ومن التصبغات اللي في الوش. ما طلعليش حبوب، خفيفه على البشره جدا وريحته حلوه قوي. بعد كده الانتي ايجنج سيرم، وده يا جماعه بيكافح الشيخوخه. هو صوتي ده طلع مش شيخوخه طبعا، يعني احنا مش شيخوخه خالص، احنا صغيرين، بس يعني بنحافظ على بشرتنا. من مكوناته الهيالورونيك اسيد، واحنا طبعا عارفين دور الهيالورونيك في نضاره البشره. حاسه ان صوتي بدا عليه الشيخوخه. غالبا دور برد، اكيد دور برد. في ماده ريتينول، ودي اللي بتكافح الشيخوخه وبتكافح علامات تقدم السن، بتحفز الكولاجين وبتحافظ على البشره، مناسب لكل انواع البشره. على فكره انا ماشيه المنتجات بالروتين زي ما انا ماشيه عليه بخطواته. بحط السيرم ده، ده ملمسه، بحطه ازاي دلوقتي؟ انا حاطه ميك اب، بحطه على بشرتي وبعمل ايه، شويه مساج. عندي سيرم تاني اللي هو اللايتنينج سيرم. هتقولي بتستخدموهم ازاي مع بعض يا بنتي؟ ما هميه وهقول لك. مثلا واحد استخدمه الصبح، واحد استخدمه بالليل، او واحد استخدمه النهارده والتاني بكره، ببدل فيهم يعني. الترينج سيرم ده بيعمل ايه؟ بيوحد لون البشره، بيشتغل بقى على التصبغات والبقع الداكنه والكلام ده كله، وان هو يوحد لك لون البشره ويفتحها لك، مناسب لكل انواع البشره. نيجي بقى لخطوه مهمه جدا، سيرم العين. سيرم العين بيعمل ايه بقى؟ بيحارب الهالات السوداء، بيعالج الانتفاخات. اكتر الحاجات اللي عجباني فيه ان هو سيرم وطول في نفس الوقت، يعني حاطين لك هنا الرولر دي عشان ايه؟ تعملي مساج تحت عينك. وطبعا لو مش عارفه فايده المساج، فانت بتنشط الدوره الدمويه، بتساعد المنطقه دي ان هي تمتص السيرم اللي انت حطيتيه. اخر خطوه بعملها في الروتين ان انا ارطب بشرتي بالكريم المرطب. طبعا انتوا عارفين ان اكتر حاجه مهمه بالنسبه لي في اي كريم هي تبقى خفيفه على البشره، البشره تمتصها بسهوله، ما تبقاش ايه مدهنانه. هو انا اكلته ولا ايه كل ده؟ تقريبا خلصته. حلو جدا وخفيف على البشره، والبشره بتمتصه بسرعه، يهدي البشره كده، ومناسب للبشره العاديه والجافه. خلصنا روتين العنايه بالبشره وروتين العنايه بالجسم. بعد بقى ما تعملي الروتين كله، تحسي كده ان بشرتك بقت منوره، مشرقه، فيها نضاره، تحسيها بتشكرك بجد. تعالوا بقى اوريكم اخر حاجه من تلوفيل عندي، واللي هي السان سكرين. الاس بي اف بتاعه 50،
مناسب لكل انواع البشره خاصه الدهنيه، انه مش بيعمل ملمس دهني اطلاقا. اهم الحاجات اللي فيه ان هو مش بيسيب اثر ابيض على الوش، يعني مش هتلاقي بعد ما حطيتيه ان في لون ابيض على وشك او ان هو عامل ايه طبقه فاتحه كده. دي كده كل المنتجات اللي انا استخدمتها من تيلوفيل، عجبني جدا فيها ان هي فعلا حلوه بتجيب نتيجه، سعرها كويسه وان هي موجوده في مصر. هقول لكم الويب سايت بتاعهم تحت في الديسكربشن وفي اول كومنت، تقدروا تطلبوا منه اللي انتوا عايزينه. كمان الصفحه بتاعتهم على الانستغرام. نيجي بقى للاخبار الحلوه، عاملين اوفرز على المنتجات بتوصل لحد 30% خصم. مش بس كده، عاملين اوفر على المسلر ووتر باي 1 جيت 1 فري. مش بس كده، جايبه لكم كود خصم هيديكوا خصم 5%. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.